اللهم صل على محمد. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقتنا الأخيرة في عام 2018. بنبدأ هذه الحلقة بالحب، بالأمل، بالسعادة. للسعادة عنوان ومكان برنامج، هو ده اللي عاش معاكم العام الثاني على التوالي، ونكمل الحلم، الحلم اللي احنا نقرب من كل واحد بيشتكي، ونبقى كلنا إيد واحدة، وتأثيرنا ما بقاش إن نقابل شخص عنده مشكلة، ولكن بالكلمة، بالحكمة، بالقصة، بالموعظة، بكل حاجة حلوة بنتفاعل فيها كلنا مع بعض. وبنقول في المقدمة دايما إحنا مش سكان الأصليين لهذا الكوكب، إحنا مش كنا سكان هذه الأرض، بل ننتمي للجنة. ما تستغربوش من الكلام ده، أبونا آدم كان في البداية في الجنة، ونزل هنا ونزلنا معاه كلنا عشان نؤدي اختبار قصير ونرجع بسرعة. حاول تعمل ما بوسعك للحاق بقافلة الصالحين عشان نعود للوطن الجميل الواسع. ما تضيعش وقتك في الوقف الكوكب الصغير ده. احنا ما نملكش تغيير الماضي ولا رسم المستقبل. ليه بتقتل نفسك حصرة على شيء لا تستطيع تغييره؟ الحياة قصيرة، أهدافها كثيرة. انظر للسحاب، ما تنظرش للتراب. إذا ضاقت بك الدروب، عليك بعلام الغيوب، وقل الحمد لله على كل شيء. تيتانيك السفينة بناها مئات الأشخاص، وسفينة نوح بناها شخص واحد. الأولى غرقت والتانية حملت البشرية عشان تؤكد التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. الفراق مش في السفر، ولا فراق الحب، ولا حتى الموت ليس فراق. سنجتمع في الآخرة، والفراق هو أن يكون أحدنا في الجنة والآخر في الناحية التانية. ربنا يجعلنا ويجعلكم من سكان جنته. الحياة قصة قصيرة، من تراب على تراب إلى تراب، ثم حساب، فثواب أو عقاب. عيش حياتك لله، هتكون أسعد خلق الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. ببدأها في نهاية عام، وأتمنى لبلدي ولأهلنا في كل مكان، في أرض مصر الحبيبة، في الشمال، في الجنوب، في سيناء، في أسوان، في الأقصر، كل الخير. وما تقلقوش على مصر، مصر بلد الأزهر، مصر بلد الإسلام الجميل، مصر بلد الحب والإنسانية والحضارة والجدعنة والإسلام والمسيحية وكل حاجة حلوة. هنا كل حاجة فيها وسطية. لما تشوف منظر زي اللي حصل امبارح والحادث الأليم والغشيم ده، ما تقلقش على بلدك. بلدك ماشية بتمضي بسرعة علشان تبقى للأحسن إن شاء الله. ببدأ معاكم فقراتنا، و زي ما كنا بنتكلم على الحادث بتاع امبارح وحوادث كثيرة، في فكرة غلط، في ناس واخدة الإسلام غلط وضحكوا علينا العالم. بقدم لكم فيديو رهيب عجيب، حاجة اسمها صلاة الاستهتار، سمعتوا عنها؟ واحد كده في السويد مسلم للأسف وقف يصلي في وسط الشارع بالليل، يصلي صلاة اسمها صلاة الاستهتار، بيضحكوا الناس علينا. عجايب القرن 21 و22 و23، ينفع كده؟ ده إساءة للإسلام. هو والإخوة بتوع المغرب اللي قتلوا الاثنين سائحات، وكل واحد بيقدم نموذج سيء للإسلام. وإحنا داخلين عام جديد، أدعو الله أن تختفي هذه الأفكار السيئة. كم من أساليب سيئة تستخدم الإسلام؟ معقولة؟ شوف الفيديو ده، صلاة الاستهتار. إيه الاستهتار ده؟ مين اللي طلع الفكرة دي؟ مين اللي عملها؟ كم أوروبي اتفرج على دي في السويد؟ ضحكوا وسخروا مننا. إحنا كمسلمين بنبدأ عام جديد، وعايزين نلفظ كل هذه الأفكار المغلوطة. شوف الراجل دوت، أعتقد إنه من آسيا، معرفش مين ضحك عليه زي ما بيحط حزام ناسف في دماغ حد. بص الصورة، الراجل ده بيصلي في السويد وسط الشارع بالليل، الناس تتعجب. إيه الصلاة دي؟ صلاة الاستهتار؟ عايزين لها تفسير.
ولا بلاش نسأل، المفروض بقى نكلم شيخ ويختلفوا ويقول لك اه ولا. ده لا يقل عن فكرة اللي ماسك حزام ناسف، ده لا يقل. جيبوا لنا الفيديو ورا يا جماعة بعد إذنكم. ده ما يقلش عن اللي بيحط قنبلة واللي بيضحك على شاب ويقول له تعالى حزام ناسف وروح عشان تشوف حور العين، شوفوا صلاة الاستهتار، شوفوا أفكار المتطرفين، الأفكار المغلوطة. الراجل ده في السويد كسفنا وكل الأفكار السيئة. ده الإسلام؟ هو ده إنه يصلي كده في وسط الشارع؟ ده الرسول قال كده؟ الإسلام قال كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على العكس لما حد يفكر ويقدم لك فكرة تانية تساعد المسلمين، لما تلاقي ناس بتصلي في الشارع أو في محل أو في مكان، تلاقي في اليابان عملوا فكرة للمسلمين بيساعدونا؟ لا، بيقدموا ما يسمى السلام المجتمعي. في اليابان ممكن ناس تعرفش ربنا، عملوا الجوامع بشكل جديد للمسلمين، حاجة فيها رقي. هو ده الدين؟ اه، ده اللي يبني. لكن اللي بيصلي في الشارع ده، ولا اللي ماسك قنبلة، ولا اللي قتلوا البنات بعد ما اغتصبوهم في المغرب، ولا خد صور كثيرة 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 لا تقل عن حكام وتنظيمات وأسماء وأعلام، وبيطلعوا في كل دولة عربية. ده إرهابي وده إرهابي، الاتنين إسلام سياسي، الاتنين يستغلوا لطعن الإسلام. لكن اليابان بتقدم صورة للمسلمين نشوفها، وتحية لليابان. تعالوا معنا. ادي اليابان وادي السيارة. دي السيارة كبيرة لما يكون في صلاة جمعة، لما يكون في اماكن مزدحمة والناس عاوزة تصلي، العربية دي تبقى مسجد. هذه الفكرة علشان يبقى في احترام ويكون في بتصلي في روحانيات. هذه الفكرة تقدير للأديان. هذا هو التواصل، هذا هو الحب، هذا هو السلام، هذا هو العلم. وما شاهدناه وما نشاهده من فقرات أو لقطات مغلوطة على الإسلام لا علاقة لنا بها. تحية لمن فكر في هذا النموذج وقدمه للدول العربية. وأيضا هذه السيارة راحت في دول كثيرة، اللي ما عندهمش مسجد بيحطوا ده ويتجمعوا، وبص العربية وسعت بقت متر اتنين تلاتة أربعة. دي الفكرة، الفكرة ازاي تساعد الناس في حب ربنا، ازاي تقرب. أكيد اللي بنى ده أو اللي فكر في ده ممكن يبقى مسلم أو غير مسلم، بس يفكر إن في ناس عاوزة تتقرب إلى الله في شكل عبادة، فعملوا هذا النموذج بيقدموه للبشرية، للإنسانية، للتقرب إلى الله. دي العربية، هذه العربية بصوا من جوه عاملة إزاي. دي الأفكار اللي إحنا محتاجين نتكلم عليها، مش زي الصلاة للأخ اللي كان بيصليها صلاة الاستهتار. هنتكلم على ايه ولا ايه ولا ايه، ولكن لقطاتنا كثيرة. بنبدأ معاكم ببعض اللقطات السريعة في مقدمة هذا البرنامج. شفنا نموذج لبعض مدارس اليابانية في كل أنحاء مصر نسعد بيها، لكن برضو لسه عندنا هنات وعندنا نقاط ضعف. المدرس اللي بيضرب، أتمنى وأدعو الله في 2019 ما نشوفش هذه الصورة السيئة. تعالوا معنا. لكن لما تبقى في حصه الدين وتضحك خلاص، ما ده اسمه ايه؟ اسمه سفاله، اسمها سفاله خلاص. انا بقول لك اهو ضرب اكتر من مره، هتعمل ايه تاني واكيد؟ جاوب هما في مكان رد. طب انت مستمع للضحك. نتمنى ان تختفي هذه الصورة تماما، زيها زي هذه الصورة القادمة بنهديها للمجلس القومي للمرأة، بنهديها لكل واحد بيفكر ويحب البلد، ملهاش علاقة لا بشرع ولا بدين ولا بعادات. انه طفل، شفنا قصة خطوبة الطفل كانت من اسبوعين في كفر الشيخ، وبعدين منعوهم قالوا لا، وبعدين تم فسخ الخطوبة. هذه الصورة برضو بنقدمها. نتمنى أن تختفي من بلدي والأهالي اللي بتشوفونا. يا جماعة احترموا إنسانية وعقلية الأطفال واللي حواليهم. هذه الصورة أتمنى أن تختفي في 2019.
دي العروسة لم تتجاوز 10 سنوات والعريس 11 سنة اهو. ولا لا ده اقل من 11 سنة ده كمان. ايه انا ما اعرفش دول بيلموا نقطة بقى ولا ايه. ده انا اجيبوا لي الصوره كده ورايا يا جماعه. انا بتكلم هو خدها كده وماشي. ايه ده ايه ده ايه تفسير ده؟ هل ده زي فيلم الليمبي هم كانوا بيجمعوا النقطه ولا ايه؟ انا مش مصدق ده يحصل في مصر. اكيد في تشريع ممكن يقول زي ما قيل من قبله زي ما شرع انه الخطوبه ما تبقاش اقل مثلا من 17 ل 18 سنه. المنظر والصورة دي يجب تطبيق القانون عليها بكل حزم حتى لا تتكرر. في ناس بقى بتعمل ده دعابة، بتعمله تلم نقطة، بتعمله عشان عادات، عشان وصية، عشان يبقى في ميراث. كل هذه الأشياء تختفي، لازم تختفي. وإحنا بنتكلم على ده، ده مؤشر لحاجات كتيرة جدا عاوزينها تختفي من مصر بإذن الله. في اتقدمت في بأشكال كتيرة، إحنا بنقدمها لأنه في مصر بنحب ايه؟ يبقى عندنا كل يوم عندنا في إيه اللي بيقولوا عليها فضيحه، اللي بيقولوا عليها ده النهارده في ايه؟ لازم نقلب ده. وده سهل على فكره، ده مرتبط بالثقافه، مرتبط بحب الكتب وانك تشوف حاجات كويسه. عشان كده دور وزاره الثقافه مع وزاره الشباب مع التعليم مع التعليم العالي مع الدفاع مع الداخليه ان هم يعملوا صوره ذهنيه جديده، ده مطلوب. اذا كنا بنشتكي ان الاعلام ما بيقدمش، لكن لازم نعمل العكس، نقدم للإعلام للجماهير موجة من التفاعليات اللي تبقى كويسة. عشان باش انت كلامك يعني الصورة اللي هتشوفها دي اكيد نص البرامج اتكلمت عليها، بس انا بقدمها النهاردة ليه؟ احنا بتكلم كوزارات تجتمع وتقول الاسبوع ده هنعمل ايفنتات في كل محافظة، يبقى في يوم للقراءة مثلا تشترك فيه كل هذه الوزارات، في يوم للتنظيف، في يوم للتجميل، علشان يبقى عندنا حاجات ايجابيه بدل من الحاجات اللي انتوا شفتوها وهتشوفوها معانا دلوقتي. وبنقول لها اتفضل من غير مطرود بالبرنامج هو ده، نتمنى ان هذه الظواهر هتبقى موجوده بس ما تبقاش هي في مقدمه الاخبار. لازم نعمل ونصنع احنا اخبار ايجابيه. كل الدول بتعمل كده، بتعمل اجنده، بتعمل خريطه للاحتفاليات والايفنتات او احداث ثقافيه رياضيه فنيه. اتفضل من غير مطرود كل هذه الصور. أرجو الله وأدعو أهالينا وناسنا وأدعو الإعلاميين إن هذه الصور تختفي. تعالوا معنا. مستشفى المجانين وتعيش مع مجانين. ايه طموحاتك في السنه الجديده؟ ان القيامه تقوم، القيامه تقوم. اوعى تروح بقى في الباي باي. الست اللي في الاخر دي قالت كلمه حلوه قوي، ممكن نسمعها تاني يا جماعه بعد اذنكم؟ يعني عاوزه القيامه تقوم ليه كده يا ست؟ ما احنا كويسين وطيبين. ممكن نسمع الجمله الاخيره دي بعد اذنكم؟ دي امنيتها انه القيامه تقوم. بتقول ايه؟ القيامة تقوم. خليكي يا ست خليكي، قيامة ايه؟ نكمل معاكم. وساعات بتخش في اختبارات صعبة. الاختبارات دي ان انت تبقى في مثلا ماشي في طريقك وحد يعمل لك مشكلة عاوزة منك هدوء. لكن لما يجيلك مشكلة من الأطفال تبقى مشكلة كبيرة أوي. الفيديو ده هو رمزي لمشاكلنا اللي بتقابلنا في الحياة. ده واحد بيلعب رياضة، اتفرجوا عليه
وحطت موبايله، فجده الطفل حط له الموبايل على الحديد، لو نزل الحديد هيكسر له الموبايل. شوف الفيديو اهو، هو بيشيل حديد فالطفل حط له الموبايل، هو مش عارف يكمل وينزل ولا يشيل الموبايل. ربنا يبعد الراجل ده في مأزق، ربنا يكون في عونه ويبعد عننا اللي بيقولوا عليها ايه الاطفال. الصورة التانية اللي بنقدمها، تأنى وخد قرارك صح، هتلاقي المشكلات تبقى معاك زي الفل زي الراجل ده. تعال نشوف. متأني اهو، متأني جدا جدا جدا، وهوب يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. لا 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 بلاش ده. طب كويس، يا يعني ايه في التأني السلامة. لقطة طريفة لبابا نويل عشان نبدأ بيها العام، ونشوف بقى الفقرات اللي احنا نتفائل بيها. نتفائل بابا نويل. قبل ما تشوف دي، شفت صور حلوة جميلة ان شاء الله نحاول نقدمها لكم في نهاية الحلقة لمصر. والمناسبة دي قدموا صور حلوة عن بلدكم في كل المواقع، اتكلموا عنها كويس. بابا نويل وهو بيبدأ معانا العام الجديد عمل ايه؟ تعالوا نشوف. ايه ده بابا نويل بيتخانق ولا ايه؟ الله 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 لا 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 لا، مش عايزين البدايه كده يا جماعه، مش عايزين البدايه كده. لا 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 لا، ليه كده يا بابا نويل؟ اديله. دول اتخانقوا على التبس ولا الفلوس ولا الهدايا ولا ايه؟ نرجو وندعو ان بابا نويل يلتزم بهدوء النفس. بنكمل معاكم فقراتنا، وحاولنا في حلقه نهايه العام نقدم صور تبقى لطيفه خفيفه. كان في نداء من بطل العالم، بطل انا بحبه جدا اسمه محمد ايهاب، ده بطل رفع الاثقال، وكان عاوز راعي. وقدم ده، كتبه على الفيسبوك، واستجاب لي محمد جمال الجرحي عضو مجلس اداره الاهلي، واللي بحييه وحصل له من حديد الجرحي رعايه. نشوف محمد ايهاب نقول له مبروك، واتمنى من كل رجال الاعمال انه في بعض الابطال زي برضه في بنت اسمها حاجه سمير، ما يا جماعه ماي سمير على ما اعتقد ولا ايه، برفع اثقال برضه الاسماعيليه. وكل ابطالنا 10 15 20 يبقى في 20 راعي. بقدم تحيه للجرحي ومحمد ايهاب، بنقدم لك برنامج هو ده هو ده، عايزينك تبقى بطل العالم ان شاء الله، وتاخد ميداليه اولمبيه ان شاء الله. من الصور اللي بعض الناس ما يهتموش بيها نهتم بيها، حملة إطعام ويعملوا نوع من أنواع إن هم يعالجوا الكلاب وقطط في الشوارع. وعاوز أقول لكم إنه حصل بعض الجمعيات بره في أوروبا اشتكت مما يحدث في مصر، وقدمنا ده في إحدى الحلقات. هذه الصورة بنقدمها أعتقد في أكتوبر وشيخ زايد، كل اللي موجودين في الصورة بقدم لهم تحية. وعاوز أقول لكم إن بعض الدول زي تركيا بتعمل تحط شوية حاجات لإطعام الحيوانات وتقدمها كنموذج للتعامل الإنساني مع الحيوان. أرجو لبلدي مصر اللي احنا في عام 2019، هذه الصورة دي جمعية أنا ما عنديش كل المعلومات، بقدم لهم كل تحية. بيعملوا إطعام للقطط والكلاب، وأيضا بيدوا لهم نوع من أنواع التطعيم عشان ما يجيلهمش سعار وحاجات كده. ليه ما تبقاش حملة؟ ليه ما تبقاش سياسة لوزارة الزراعة اللي تبعها الطب البيطري؟ وكفاية ما حدث في 2018. امبارح كان في اكتر من سباق، كان في ماراثون في الاسماعيليه للشيخ زايد، وايضا كان في الدكتور محسن الالفي. الدكتور محسن الالفي استاذ امراض دم الاطفال، مع برنامج هو ده مع قناه المحور. الدكتور محسن الالفي هنتبنى معاه حمله عشان الناس يحصل لها نوع من انواع التروي. امبارح بداوا الحمله دي بشكل جديد، بداوا للتبرع بالدم، طلعوا من مسجد النور بالعباسيه حتى كنيسه البازيليك في مصر الجديده. طبعا كان نفسي اكون معاهم، لكن بعتنا كاميرا برنامج هو ده شاركت معاهم.
والحلقة القادمة الأسبوع القادم هنقدم مع الدكتور محسن الألفي تحذير لكل الأهالي وتحذير للأطباء إنه في إشاعات لو خدتها بشكل معين بعدد تروح لكل دكتور يقول لك اعمل لي أشعة مش عارف 10 مرات ممكن يجي لك مرض سرطان. أنا بقول ده جزافا، لكن هتشوف المعلومات كلها هنشوفها في حملتنا في الحلقة القادمة. بقدم التحية لشباب جامعة عين شمس كلية الطب والأستاذ دكتور محسن الألفي، هيكون معانا هنا في الاستوديو الحلقة القادمة. هنقدم أكبر تحذير وحملة بقدمها من قلبي لأبناء وأطفال بلدي، للأم والأب إزاي تعمل تحليل، مش أي تحليل تعمله، وأيضا الأشعات الكثيرة ممكن تسبب بلاوي وأمراض كثيرة. الصورة اللي بعتبرها صورة العام، طبعا نجمنا محمد صلاح مكسر الدنيا، والنهاردة حط هدفه 13 وإن شاء الله يكون أحسن لاعب في 2018 في أوروبا، في إنجلترا، في مصر، في أفريقيا إن شاء الله. لكن تريزيجيه منذ عدة أيام كان فرحه، بنقول له ألف مبروك، قدم لنا صورة باعتبارها هي صورة العام الرياضي، قبل رجل والدته، بقول له ربنا يكرمك يا تريزيجيه، دي صورة العام بنقدمها، دي الصورة اللي بنقدمها لكل الرياضيين. أنا أعرف لعيبة كورة في عز مجدهم كانوا في نادي كبيرة، كانوا في الأهلي والزمالك، كانوا بيتعدوا بالضرب على أهليهم وما كملوش وهم كانوا أفزاز. هذه الصورة هي تحية لتريزيجيه. عندنا دلوقتي معرفش في نهاية العام بيحصل يعني فراق لبعض الأحباء والعزاء، أو العزاء بقدمه لصديقنا وزميلنا وحبيبي المعلق والمذيع محمد السباعي رحمة الله عليه. ربنا توفاه النهاردة الفجر في حادث أليم وانتقل إلى جوار ربه في نهاية هذا العام، ربنا يرحمه ولأهله الصبر والسلوان. وأعتقد العزاء بتاعه يوم الأربع القادم في القاهرة، لأن هو من كفر صقر بالشرقية، بقدم لأهله التعازي. التعازي مرة تانية للفنان عصام كاريكا في وفاة والدته، والعزاء بكرة جامع عمرو العاص. محمد فؤاد اتوفى شقيقه اليوم والعزاء بكرة برضو. صديق العمر وحبيبي أشرف شيحة والأستاذ الدكتور جمال شيحة، الوالدتهم العزاء ليهم في نهاية عام 2018. ومن العزاء بنقدم تهنئة للصديق الصحفي عمرو الصحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع لتوليه رئاسة تحرير عين، ألف مبروك يا عمرو. فقرتنا الأخيرة في الجزء الأول بقدمها لبلدي، بقدمها كشاهد عيان، شاهد عيان في مصر وقربنا من مشكلات كثيرة، شفنا المعاقين ومشاكلهم وكان نفسنا الوزير يقعد معاهم أو رئيس الوزارة، لكن شفنا الرئيس في يوم كان قاعد في وسطيهم، وأيضا شفنا العشوائيات وبعض البرامج وإحنا اتكلمنا على ده، وشفنا الرئيس في اسكندرية ورحنا إحنا أماكن قدمت لكم الحاجات الحلوة الجميلة اللي كانت موجودة مثلا في منطقة سيدة زينب وفي مناطق كثيرة في مصر. وهنشوف دلوقتي انه مثلا بورسعيد منطقة خالية من العشوائيات، واعتقد بعد كام سنة مصر تبقى خالية من العشوائيات. هذه الانجازات الكثيرة بنقدمها لبلدي مصر. السيد الرئيس هنا في الصورة دي في هنا في يعني قبل الاحتفال بتاع متحدي الاعاقة، وبنشوف ابنائنا في احسن صورة ليهم، وحتى في صديقنا رضا فضل اللي استضفناه في البرنامج هنا ورسام بلا زرعين كان موجود في هذا المرسم الجميل وهذا المعرض وتشات الرئيس معاهم. وهذه الصور بنقدمها ان احنا بنشوف بداية جديدة للتعامل مع متحدي الاعاقة. هذه الصورة بقدمها، الصورة دي بنقدمها لكل مسؤول بيجيلنا شكاوي تبقى الأم أو الأب عاوز يقدم لابنه في مدرسة هو معاق. بعد الصورة دي بعد لقاء الرئيس معاهم واقف معاهم في حضنه وزير التربية والتعليم وكيل الوزارة، مسؤوليتك ما يبقاش في طفل متحدي الإعاقة أم وأبوه بيروحوا هنا وهنا ما لهمش مكان. أيضا النسب مخصصة للعمل لمتحدي الإعاقة، أيضا توفير ليهم المسكن بنسبهم برضو، أيضا كل الأجهزة التعويضية، كل الحاجات دي بعد لقاء الرئيس معهم يجب أن تتوفر.
الصوره دي بنقدمها، دي اللي في اسكندريه. عاوز اقول لكم كان في اصدقائنا وبعتنا كاميرات كثيره في منطقه، هذه المنطقه بالتحديد في غيط العنب، كانت الفئران بتنزل تخش تاكل وتعض الاطفال في هذه المنطقه، وعملنا هناك حملات وندعم الناس الى ان امر الله بازاله كل مناظر الفقر والجهل اللي كانت موجوده هناك. شفتوا هذه الصور الجميله، الصور دي بنقدمها، هي نهايه سعيده لهذا العام الصعب عام 2018. وفي اغنيه بقى هاني شاكر نهايه العام كده عاوزين نسمعها يا جماعه، وعاوزين نختم بيها في الفقره دي. في نهايه 2018 انت لو انت قاعد وعندك مشكله اكيد عندك الحل. ازاي؟ عاوز تشتغل، اشتغل اي عمل شريف وطور من قدراتك. عندك مشكله، عندك عاوز تتجوز، اشتغل اي عمل، بلاش نقعد عاملين كده ولا كده ولا كده. النماذج العظيمه اللي بنقدمها في هذا البرنامج حافز ليك انت. في نهايه عام 2018 اتمنى ان احنا نشوف كل حاجه حلوه جميله. عندنا فقرات حلوه وفقرات جميله، واحنا في عام 2018 ناس معاقين. هتشوفوا اعجب اسره، 8 معاقين. البرنامج ده ما بيقدمش اي صوره، البرنامج ده بيقدم لكم الناس من قلبهم ونروح في كل الاماكن. في عام 2018 فقدنا حاجات كتير لكن كسبنا حاجات اجمل، اتفتح لنا طريق للمستقبل والحلم ابتدى يظهر قدامنا، بس نمسك في الامل في الحلم ونقول يا رب. فاصل وكمل معاكم، نبدا معاكم 2019 بالحب بالامل بالسعاده. خلصت السنه دي، لكن انا شخصيا اتعلمت حاجات كتيره زي ما الاستاذ هاني شاكر بيقول في الاغنيه. لما تشوف هذه الصورة بنحس قد إيه بالرقي، بالإنسانية، بالحب، الحب الحقيقي مهما كانت الظروف. العروسة عندها ظرف أو عندها نوع من أنواع تحدي الإعاقة وهي زي القمر، والعريس بقدم له كل تحية من برنامج هو ده. خلصت السنة دي ولكن هذه الصورة ما بتخلصش، دي وردة، ورد بلدي جميل بنقدمه لكل أحبائنا، لكل بيحب. الحب مش صوت وصورة، الحب مش واحدة حاطة مكياج وطوله عرض، الحب مشاعر، الحب هو ده. نشوف الصورة دي وتحية للعريس وقبليها للعروسة. حب جنن عشت فيه، قرب فرحة حلمت بيه، ده اللي فيه حلو عمري، ده اللي انا هديله عمري، يا ملايالي بس مهما قلت واتحكى مستحيل اوصف جمال رقة الدنيا في عيون قلبي كان الله. ايه الجمال وايه الشياكه دي؟ انا عاوز املى عيني بهذه الصوره، يا ريت نكملها يا استاذ احمد. الصوره الحلوه دي نشوفها تاني، بتجسد فيها كل مشاعر الاعتزاز والفخر بعروستك بحبيبتك وهي بعريسها. بصوا العزه، بصوا الكرامه، بصوا الحب، بصوا الجدعنه. انا كان نفسي الصوره تكمل والفيديو ده يكمل لغايه الاخر ونشوف وشوشهم اللي مليانه حب مليانه فخر. دي صوره عام 2018 بالنسبه ليا، دي الاجمل عروسه بشوفها واجمل عريس. ده ابن بلدي، ده الجدع، ده الشهم، ده المحترم، ودي العروسه بنت بلدي. يا سلام على الرقصه الحلوه الجميله اللي كلها مشاعر. زي ما قلت لكم في هذا البرنامج بتشوفوا صور ممكن ما تشوفهاش في اي برنامج تاني، لان احنا مش هندعي ان احنا يعني اقرب ناس، ولكن سنوات واحنا في قلب الشارع بشوف قصص وحكايات كبيره. واحنا بنودع عام 2018 اللي اخترنا ليه عام تحدي الاعاقه. هذا العام لسه في عندنا امراض كثيره نتيجه الفقر، الجهل، المرض. بقدم لكم صوره لهذه الأسرة اللي صورتها من فترة، للأسف حصل بنتواصل معهم مش لاقيهم. ليه؟ لأنهم بيتنقلوا. دول بيجسدوا مشكلتنا، دي حكايتنا، دي حربنا ضد الجهل، الفقر، المرض. إزاي الزوجة تتزوج الزوج وتخلف واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ست، سبعة، تمانية، متحدي الإعاقة. إزاي ده؟ عايشين ازاي وفين؟ مأساة متنقلة. شفتهم وبدور عليهم. تعالوا نشوف الصورة دي.
وارجوكم خلي بالكم من زواج الاقارب. ارجوكم في تحاليل دلوقتي وحمله كبيره عظيمه بتقدمها مصر لاول مره في العالم، 100 مليون صحه حتى تختفي هذه الصوره. الارث ثقيل جدا لكل واحد بيفتح بقه يتشدق. مصر فيها مشاكل كتيره قوي. تعالوا نشوف الصوره دي واكمل معاكم. هو ده أعزائي المشاهدين، دقائق هنعيشها وإحنا بنتكلم على رحلتنا عبر السنوات نحارب الجهل والفقر والمرض. المشكلة اللي إحنا بنشوف متجسد في بعض الأسر، مش كتير لكن موجود، واللي بيكتب القانون واللوائح خدش باله إن ممكن في أسر حالتها صعبة جدا، أسر محتاجة إنها تتعلم تتعالج وتتساعد، منها الأسرة الحزينة اللي بنشوفها دلوقتي. إذا كان الأب أو الأم عندهم مرض بيتجوزوا بيخلفوا أول واحد وعنده إعاقة، والتاني عنده إعاقة، والتالت عنده إعاقة، الرابع عنده إعاقة، الخامس عنده إعاقة، السادس عنده إعاقة، والسابع والثامن، 8 عندهم إعاقة ذهنية. وإحنا بنتكلم على أسرة بتمثل اللي إحنا بنحاربه طوال هذه السنوات، الفقر والجهل والمرض. باجي هنا في الجيزة منطقة اسمها لعبة، الدخول هنا صعب جدا 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 جدا. طبعا أهل الخير بيعملوا واجب وبيعملوا شيء كويس، لكن الدولة لازم تساعد أكتر. لازم بنقول للأسر لو في حد عنده إصابة وبيتجوز، إذا جبت الأول والتاني بلاش التالت بلاش الرابع. ده الدين وده الطب وده العقل وده اللي احنا بنتكلم عليه. هو ده النهاردة مع الأسرة اللي قاعدة على شمالي دلوقتي، وأنا هنا مش عايز أقول لكم الريحة، يمكن حارقين حاجة عشان الست بتقول الدخان عشان الناموس. قاعدين في خرابة وبيت صغير، راجل طيب جاب لهم الأوضة أو المكان ده عشان يقعدوا فيه. طبعا هم قاعدين مستنينا بيبصولي أكني جاي من كوكب تاني، أكني جاي من بلد غير البلد، مع إن إحنا كلنا شعب واحد. لكن في الفقير وعنده فقر مضجع، والفقر مش في الأكل والفلوس ولكن في الثقافة في الحضارة في الدين، إن هم يروحوا المسجد يروحوا المستشفى يروحوا المدرسة. هيعملوا ده إزاي وهم معهمش فلوس؟ حتى اللي كان بيشتغل فيهم سواء على توك توك عنده إعاقة ولا حصلت له حادثة ومركب حاجة في رجله. بكلمكم على هو ده، وفي كل منطقة ممكن يبقى فيها أسرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة. وحدة الشؤون الاجتماعية لازم تعالج دوت، ولازم الدولة تقدم ده للجمعيات الكبيرة، لأنه في ناس بتكسب أو بتاخد من الجمعيات من الجمعية دي ودي ودي ودي. في ناس محدش يسمع عنهم زي هذه الأسرة اللي احنا جينا هنا. أنا بتكلم بلغة بلدي، هم بصين لي أكني بتكلم بالإنجليزي أو بالفرنساوي. بلدنا فيها حالات محتاجة اللي احنا نشتغل، واللي بيهد في البلد واللي بيموت في الولد بنقول له سيبنا نشتغل عشان اللي زي دول. هو دول بنقدم هذه الصورة لأهل بلدي، للأسر لو في إعاقة ما تكررهاش، تروح للدكتور يتجوز. طب اسأل ينفع يخلف؟ لا خلاص ما يتجوزش. نقدم مأساة في الجهل في الفقر في المرض. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ الحمد لله. انت بتشغل ايه؟ انا على باب الله يوم يوم ما فيش. وانت اللي شايله الليله ست ولا ايه؟ هو سيد برضه مريض يعني معاه؟ انا بجري عليهم وباكلهم. انا دلوقتي جالي المرطيز ما بقدرش اقوم، لو قعدت ما بقدرش اقوم. كل دول ولادك؟ 8 عيالي، ودي ابوها ميت بربيها سايبالي عندها شهر بربيها. عندك بنات عندهم اعاقه ذهنيه؟ وراس الاثنين؟ بنتين. وجوزتيهم؟ وراسه جوزت دنيا وجوزها مات، دي وراسه قاعده معايا واخدها على عيب. دي بنت دنيا دي؟ انت
اتجوزيها ازاي وهي مريضه يا ستي؟ هو قال لي خدها على عيبه واقعد انوشك. راجل كبير ولا ايه؟ لا كان شاب. متوفى؟ اه ومات. طب البنت الثانيه برضه معاقه؟ اه وراسها. راسها مين يعني؟ الاب واخته مولوده معاه توأم متخلفه وهو عنده تخلف. مره تلاقيها عاقل ومره يتخانق. مره يبقى قاعد بعاقل ويقول الله يكون في عونك انت اللي بتاكلينا انت اللي شايلانا، وتاني مره يروح مزاع ومبهدلنا. دلوقتي عاقل ولا مش عاقل؟ دلوقتي عاقل. انا مديلهم كلهم مهدي عشان حضرتك جاي. انا في مستشفى الشلل بيدوني مهدي للعيال كلها. عارفين في مستشفى الشلل انا معايا 8 متخلفين. بس ده كويس مش وحش ده؟ لا ده عنده ده تلاقيه عاقل كويس، ده بيضربوا بعض بالطوب. تعالى بالنهار كانوا مبهدلين بعض كلهم مش قادر. البنت بنت بنتك كويسه ولا؟ لا دي كويسه جنى. امها عارفاها ولا مش عارفاها؟ لا امها عارفه. ساعات امها تقعد تقول لها جنى وتقعد. قولي لي اول حاجه بتاخده معاش؟ لا ما فيش الا تامر ومحمد اللي بياخده معاش. اثنين بس اللي هو تكافل. اه محمد ده تامر ده ومحمد ده. طب بقيت بناتك دول؟ لا مش بياخدوا معاش. انتوا قاعدين هنا بعيد عن البلد؟ ها اه قاعده هنا عشان كل ما اسكن في سكن العيال تصوت والناس تمشيني. كل ما اسكن في سكن العيال تصوت والناس تمشيني. لولا عم ابو اسلامك في شر المرض راح قال له اقعدوا في البيت دوت انت وعيالك. لو اعمل ايه مش همشيك انت وعيالك. اقعدوا صوتوا يعملوا. راجل طيب هنا؟ اه راجل تابع عم ابو اسلام. ومراته ما بتعمل اكل ولا حاجه بتبعت لنا اكل انا وعيالي. ومش معايا بطاقه بتاع التأمين ولا معايا حاجه ولا عارفه اجيب عيش ولا عارفه اجيب حاجه. مش معايا بتاع التأمين. انا ساعتك زي ما انت شايف كده قاعدين يعني بقول يا رب بس. النبي هنا في الشارع بالناموس، الناموس مبهدلنا مش عارفين ننام. الناموس مبهدل عيالي ولا عندي سرير ولا عندي. الحته دي الارض دي مش تبعكوا؟ ها؟ لا مش بتاعتي، ده بتاعت الناس. احنا قاعدين في. لو بانوا هنا تبقى مشكله. الناس لو بانوا هندخل نقعد جوه. واحنا معلش كلنا بس. واحنا على باب الله. زي ما انت شايف بص بننام على الارض. طب انت طلباتك ايه؟ انت نفسك؟ انا نفسي عايش عيالي مرتاحين، حتة عيالي يقعدوا فيها ما حدش يمشينا منها. بس لو انا مع الارض مش مهم، المهم عيالي. هم ليهم علاج؟ اه. اه. جوزك ده بياخد علاج؟ اه نفساني، كان معاه كارت بياخد علاج نفساني، كارت وقع. كارت راح فين بقى؟ كلهم معاهم شهايد اللي هم تعبانين. يعني انا ممكن امشي دلوقتي، ده انا جيت لقيتهم مولعين السرير. أبلة إيمان الله يجازيها بالخير بتاعت الجمعية، هي اللي جابت لي التلاجة اللي جوه وجابت لي السرير وجابت لي الغسالة البايظة اللي جوه باظت. مش عارفة أغسل إزاي ولا أعمل إزاي لعيالي. أنتِ 8 بس خلاص ال ال ربنا عايز كده. ما فيش تاني بقى خلاص؟ لا لا في تاني؟ لا خلاص أنا كبرت خلاص. بنحب اللي احنا نساعد الناس و وبرضه يبقى عندنا كرامة يعني. يعني أنتوا أهل بلدنا وفي هذا المكان بنقدم هذه الصورة. لو حد عنده إعاقة ذهنية أنا مش ضد إن هو يتجوز، بس نحلل ونشوفها يعني اللي هيطلع بعد كده هيبقى عامل إزاي. أقدم لكم الصورة الحزينة لأسرة مريضة، أسرة فقيرة، أسرة بيجتمع عليها الجهل والفقر والمرض. طبعا هندي بياناتهم لبعض الجهات المختصة. مين اللي محتاج ندخله المستشفى ونعالجه دلوقتي؟ تامر ده بيلعب مالتي في الشارع، لو مشي ما بيرجعش. قعدت ادور عليه 3 اشهر. هو كانوا بتربطيه زي الناس بيربطوه؟ لا عمري لا. اهو زي ما انت شايف كده. لا ضربك؟ لا بديله علاج محدش بيجي جنبه. اه بس تقعد ما تمشيش. ها انت اسمك ايه؟ ياسمين. تروح مدرسه ياسمين ولا لا؟ لا. عندك كام سنه؟ 12 سنه. 12. عرفت تطبخي كده وتقعدي مع اخواتك؟ لا. تعملي ايه دنك قاعده؟ تتجوزي ولا لا؟ اه. فين عريسك؟ لسه ما اتجوزت. لسه ها؟ دي عندها كام سنه دي؟ يا ست عندها كام سنه دي؟ 17 سنه. ها؟ بس دي كويسه ولا برضه مريضه معاها؟ قلت لك 12 سنه تعبانه وراسه. وراسه. ازيك يا دنيا؟ ازيك. عامله ايه؟ كويسه. عندك كام ولد انت وكام بنت؟ مش عندي. 2. سميهم ايه؟ ااا أه أه
جانا جانا. والثاني؟ أبت أرتاج. أرتاج وجانا. بس إزاي يا ستي تتجوزها مش عارفة جوزها اسمه إيه حتى؟ ما تتجوزهاش. دي بتخرج تروح تجيب حاجة من السوق؟ لا. حدش أنا اللي بروح كل حتة بروح. فيل عليهم يعني ولا؟ بجيب لهم أكل بديهم المادة قبل ما أمشي بجيب لهم أكل وبجيب لهم شرب. ولا ولا قوة إلا بالله. أبويا؟ تعبان أبويا عيان عايز إيه؟ أبويا عايز استريح أبويا. أمك؟ أمي عايزة بتجيب لنا ناس اللي هنا بره بيجيبوا لنا أكل إخواتي. ومين اللي جنبك ده العشمالي ده؟ اخويا. ده قولي لي مين دول كده؟ ده اخويا وده اخويا كل اخواتي وانت اخويا كلنا اخوات. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا يعني هذه المناظر وهذه الصور ممكن تبقى مؤلمه ممكن تبقى قاسيه ولكن دي الحقيقه. هذه السيده مش قادره احاسبها ما اقدرش الومها لانه ده خطا السنين. لما خلفت واحد واثنين لغاية تمانية كان لازم انها تتوقف. ده خطأ رجال الدين والأطباء والعقلاء لما تشوفوا حد مريض عالجوه وساعدوه ووقفوا هذه المأساة اللي ممكن تتكرر. هو ده ضد الجهل والفقر والمرض. بس دول هنسيبهم لمين؟ مش بنشحت ومحبش الطريقة دي لكن أبناء بلدي في كل مكان قلبنا معاهم ناخد بإيديهم. هل ممكن يتحسنوا؟ ادعوا لنا. ده اللي هنحاول نعمله خلال أسابيع. هو ده أكمل معاكم من هذه المنطقة من هذه الأسرة اللي الألم موجود في كل حتة. الفقر معشش هنا والفقر مش فلوس لكن هنا وهنا. نقول إيه؟ ربنا كبير. أكمل معاكم. ربنا يكون في عون الدولة المسؤولين أيضا الأهالي اللي زي ما بقول لكم ده ميراث السنين. الصورة دي بقى لها 20-30 سنة هتلاقوها في كل منطقة في كل مكان. الجهود اللي بتشوفوها بتحاول تاخد البلد سنوات لقدام لكن في ناس بتحاول ترجعنا لورا. الناس دول ممكن أعداء وفي أيضا مننا اللي ما تطورش كمسؤول ما تغيرش اللي ضد الإنسانية اللي روتيني تقل من مكتبه ويشوف حالات زي دي. هذه الحالات لو تعرفوها ابعتونا على صفحتنا طارق علام تي في أو اعملوا اتصال مباشر وزارة التضامن والجامعات الكبيرة. بنقدم هذه الصورة إنها موجودة أكيد موجودة في أسر فيهم ثلاثة وأربعة وشفنا ده عبر السنوات. ده إرث السنين. أكمل معاكم. يمكن بدأنا بالضحك والفرفشة لكن برضو بنكلم نفسينا ونبني نفسينا صح. ده اللي احنا محتاجينه في هذه الأيام. في هذه الأوقات لازم نسمع لبعض صح. نسمع كلام من القلب. شفنا الجهل أو الفقر أو المرض عامل إيه. لكن برضو في جهل وفي مرض. حاجة تانية. بنشوف دلوقتي مشكلة بنتكلم عليها. بنتكلم على مشكلة الطار. بكل حلقة نقول إن شاء الله دي آخر مشكلة. نلاقي مشكلات كثيرة بتجيلنا. شيء لا يصدق. في حالات بعد ما تبعت تقول طب استنوا لحسن في مشكله لا في مشكله مش عارف ايه. منهم مشكله النهارده يمكن مشكله انا اللي اتكلمنا عليها. بقدم تحيه لمديريه امن انا وايضا لمشيخه الازهر الشيخ الازهر فريق العمل اللي بدا انه ان شاء الله يحصل اصلاح بين في الاسرتين اللي اتكلمنا عليهم الحلقه الماضيه وقبل الماضيه. بقدم لكم مشكله الطار النهارده هناك في القاهره مش في الصعيد في عين شمس. في عين شمس ما انتوا عارفين بعد في فتره كده الناس وقفت قدام بعض بالسكاكين عشان ايه؟ فلوس ولا النفوس ولا ايه؟ ربنا يصلح نفوسنا كلنا. مكالمتنا النهارده من عين شمس وهنشوف احمد
اخو الجاني هيتكلم هيقول ايه، وهو بيطلب الصلح، وده برنامج هو ده، نتعاون مع الجهات المسؤوله ومع الشيوخ والناس الطيبين عشان بلدنا تبقى كده ايد واحده. احمد اهلا بيك وكل سنه وانت طيب وعام سعيد. اتفضل يا احمد، قول لي المشكله ايه، عاوزك تحكي لي ودون ذكر بيانات، لو انت مش عايز تقول بيانات ما تقولش، احكي لي بايجاز القصه. اتفضل يا احمد. اهلا وسهلا بك يا استاذ طارق. والله يا استاذ طارق يعني القصه كلها اللي هي اكتر من اخوات، واحنا متربيين مع بعض، والناس دي اكتر يعني زي اهل مع بعضينا، وطول عمرنا بنقف مع بعض. يعني انتوا قرايب ولا اصحاب ولا ايه؟ لا احنا اصحاب ومتربيين مع بعض في نفس المنطقه. جيران؟ اه بس اكتر من اهل يعني. تمام، جيران ومتربيين مع بعض وذكريات حلوه، ولاد بلد من عين شمس يعني، الرجوله والجدعانه بجد. ايوه. ايه اللي حصل بقى؟ يعني القصه كلها على اخويا صاحب يوسف قوي، وسمع ان يوسف كان رايح مشكله وبتاع، راح يشيله من المشكله، واحد سبب وقع ما بين يوسف وما بين علي. يعني علي اخوك راح يحل مشكله اللي يوسف صاحبه صديق عمره. رايح وراه يشيلهم من المشكله ديت. فواحد صاحب يوسف اتسبب في ما بين، يوقع ما بين ده وما بين دوت، وادت الى مشاجره. فبعد ما كان راح عشان يحللوا المشكله، بقى هما الاثنين اتخانقوا مع بعض، علي اخوك ويوسف صاحبه اللي كان علي رايح يحل المشكله. صاحب يوسف اساسا هو اللي كان بيتخانق مع علي. صاحب يوسف اتخانق مع علي اخوك. وايه، ودارت مشاده بقى كده ما بينهم، والناس اللي يعني ايه، الناس اللي كانوا واقفين حتى ما يعني كانوا يعني هم محبوبين قوي في المنطقه. تمام. بس ما حدش يعني ولا حد اتدخل ولا حد تحجز، وقضى امر الله يعني. بس طب علي عنده كام سنه ويوسف عنده كام سنه؟ الاثنين في سن بعض يعني، تقريبا 21. سن الشباب الاثنين في عز واحلى سن، سن الشباب. علي وصديقه يوسف. الواقعة دي بقى لها قد ايه؟ بقى لها مثلا بتاع من شهر 3، بقى لها بتاع 10 اشهر السنة دي. الواقعة ايه اللي حصل؟ ما يعني انا مستني تقول لي ايه اللي حصل. حصلت الخناقة والمشاجرة ما بين صاحب يوسف وما بين علي. فاضطر علي خد سلاح وراح ضرب يوسف، صح؟ لا، خده من عربيه كبده وبتاع، وكان هو متعور، ويعني مش اللي هو عليه ولا كان ماسك سلاح ولا حاجه، بس هي اتهلت من قدامه من عربيه الكبده بس. مش فاهم، عربيه كبده كان فيها سلاح، فيها سكينه، علي خده وراح ضرب يوسف. ايوه، فيها سكينه لما بيقطع بس السندوتشات دي، خدها وراح ايه، جاب غصب عنه، جاي بيضرب اللي هو اسامه صاحب يوسف، راح جاي في يوسف. يوسف مات في ساعتها. علي مقبوض عليه؟ علي مقبوض عليه؟ طبعا. في الوقت هو في السجن يعني. وانا واولاد عم متوفي كنا في نفس الوقت بناكل مع بعض. يعني انتوا اعتبروا يعني اولاد منطقه واحده، وحصل اللي حصل. لا احنا يعني اكثر من اهل، احنا كل يوم مع بعض يعني، الدرجه اللي هي قريبه قوي يعني، كل يوم مع بعض. طب انت طالب ايه يا احمد دلوقتي في هذه المشكله؟ انا يعني بص، وانت بتقول لي جسم اشعر كده، ازاي اتنين صحاب وده رايح يقف معاه، راح صاحبه راح متخانق معاه، جاب سكينه وراح ضربه، عاوز ايه انت يا احمد؟ قول. بص يعني هما يعني الناس دي اكتر من اهلي واصحابنا وبتاع، متربيين مع بعض، وعمرهم ما سابونا في حاجه، ولا في خير ولا في شر، ولا عمر انا سبتهم يعني، ولا ينفع انا اسيبهم في حاجه بعد كده. طيب انت كلمت مع اسره يوسف؟ انت رحت لهم قعدت معاهم؟ هم عندهم استعداد ولا الناس موقفهم ايه يعني؟ لا هم يعني ايه، واخدين برضك فكره اللي ايه يعني، هم عارفين قوي، مؤمنين قوي بالله، هم اللي هم برضك ايه دوت بتاعت ربنا، عشان علي ويوسف عمرهم ما كانوا مع بعض خالص يعني، ولا هم سمعوا قبل كده اللي هو اتخانقوا مع بعض، ولا انا سمعت اللي هم اكتر من اخوات، يمشوا مع بعض كل يوم، ومعاهم صور مع بعض والكلام ده. طب الموقف بين الاسرتين، اسره اخوك علي واسرتك انت واسره المرحوم يوسف المجني عليه، الموقف دلوقتي ايه؟ الموقف اللي هو يعني انا بعيد مثلا، وعلي محبوس، وهم برضك يعني الناس ما عملوش عزاء،
بس فهي برضك ايه يعني ما عملوش عزا يعني عاوزين ياخدوا بالصقر يعني مشكله كبيره. هم كانوا برضك يعني ايه ما كانتش واصله لهم صح يعني ما كانش برضك البيانات واصله لهم صح اللي هو كان ابنهم يعني عينيهم حصلت قضيه زي كده ما شافوش قدام عينيهم لكن لما عرفوا من الناس وبتاع اكيد برضك ايه ربنا نزل عليهم الصبر. هل اتكلمتوا يعني مع كبار في المنطقه وحسيتوا انه في بوادر صلح ولا عشان احنا هنبدا ندخل معاك في المشوار لكن بس خلي بالك بشرط تنفيذ القانون يعني بشرط علي يفضل في السجن لكن يحصل صلح بين الاسرتين وتاخد الاجراء مجراه يعني احنا بنعمل كده في الصلح باذن الله باذن الله. ماشي احمد من عين شمس بنقدم لكم قصه اثنين صحاب عمرهم 21 سنه لم يفترقا لم يتشاجرا. يوسف الصديق كان عنده مشكله فعلي راح يساعده اتخانق مع صاحبه جريوا مع بعض جاب سكينه وعربيه الكبده حدث ما حدث المجني عليه يوسف مات. المطلوب هل ممكن صلح واتباع قاعده شرعيه ومن عفا واصلح فاجره على الله؟ اهل ممكن يعملوا صلح وعلي مقبوض عليه في السجن بس عشان الاهالي عشان الحياه تعود ويعملوا مع الصلح ده يتم مراسم العزاء. اتمنى انه ده يتم وابعتوا لنا على طارق علام تي في عشان نكمل معاكم الحلم. حلمنا مش صعب ان اي مشكله كبيره زي دي بتقفل شوارع بتقفل بيوت وناس بتتهجر واذا كان حصل تهور من شخص ونتيجه خلافات او حاجه في ساعتها ندعو الله انه بلادنا تنعم بالسلام وان كل محافظه فيها 20 فيها 50 صلح لو مدير الامن مع المحافظ قعدوا اعتقد نص الخلافات دي ممكن تذهب ادراج الرياح ويبقى عندنا سلام في كل شارع مش صعب. خدكم نروح دلوقتي في الجيزه نشوف صلح مع برنامج هو ده ونكمل معاكم الحلم. لسعاده عنوان ومكان ابعتوا لنا على طارق علام تي في او برنامج هو ده على قناه المحور ونشوف هذا الصلح العظيم. شكرا لكل واحد ساهم معانا في هذه اللحظات لحظات السلام والقرب إلى الله. تعالوا معنا. بحيي الناس اللي جت في الليلة ديت وابراهيم واخوه محمد يعتبر زي شطة وقالب دولت اخوات وان كان في اي غلط حقهم عليا جميعا قدام وش الناس كلها. سمحت لوجه الله عشان ايام المفترجة دي. ربنا يكرمك. انت ايه الاصابة اللي عندك وريني؟ صباع طارد كان خناقة يعني؟ اه كلنا ايه اللي حصل عشان المشاهدين؟ وحوش ودخلوا عليا وثلاثة واحد حجي نجيب راح خبطني في راسه وقعت الاثنين نزلوا عليا الثلاثة صباع طارد. الحمد لله انه ده حصل، الحمد لله ان جت على كده، الحمد لله ان احنا عملنا القعدة دي لأنه اللي بنشوفه كتير وغريب علينا لكن ده هو الاصل، ده هو الجدعنه، ده هو الاعتراف بالخطا، ده هو من عفا واصلح فاجره على الله، فالراجل ده عفا ونحييه. لحظه الصلح هي لحظه فرح، هي لحظه عيد. المقابل وداع على قطاع صغير. المقابل بيكبر، حتى بين الدول ممكن نصلح. اللي بنشوفه من قتل من مسلم لمسلم شيء لا يصدق. نقسم بالله العظيم نقسم بالله العظيم أننا قد تصالحنا أننا قد تصالحنا وتسامحنا وتسامحنا وتصافحنا عن بعضنا وكلنا رجل واحد. الساعة
اسألوا كل الناس مين هم أجدع ناس المصريين، ليه حاجة صغيرة تكبر تكبر تكبر، تجاوز وقفوا. أنا بستعجب في للصعيد في الريف، أهل بلدي، إيه اللي حصل لنا؟ ليه الشدة كبيرة؟ دي الخناقة دي اللي عملنا فيها الصلح كان في شوارع تتقفل، وده هيقفل محله وده يقفل بيته، ليه؟ بشكر كل اللي بيسعى للصلح، ده اللي احنا بنقدمه نموذج. مش معقولة في كل شارع في خناقة هنروح لها أو مديرية الأمن مثلا هتتدخل، لا، رجال الدين، الكنيسة، المسجد، النادي، أيوه النادي، مركز شباب اللي بيجيب الشباب، وعوهم، علموهم. الرياضة ليها دور إنها تهدي الناس، عشان كده أنا زعلت قوي موضوع الملاعب اللي قفلوها وادوا لهم مهلة إنها تتفتح. أيوه محتاجين الملاعب دي، محتاجين المكتبات ترجع تاني، هتكلم عليها الحلقات القادمة. لأن احنا كمان هنطلع من ده على المخدرات. عندنا مشاكل كتير قوي لازم نواجهها يا جماعة. في 2019 عاوزين ناس منتبهة. هيحصل إزاي وعندك مخدرات بترقص؟ إزاي ده؟ في 2011 قبليها كانت التذكرة زي ما بقول ب 750 جنيه، دلوقتي ب 150 البيسة. وفي ب 25 وفي ب 50. ده في أوكازيون، ده عاملين سيل. أنا بحيي وزارة الداخلية الحملات المستمرة وعاوزين أكتر وهنقدمها. وفي كل مكان في مصر. اوعى تفتكر اللي انت خدت مساحه خدت مكان بتبيع مخدرات ولا انت بلطجي ولا انت كذا، كل ده هيختفي. انت بتشوف رئيس الدوله بيتكلم مع المسؤولين ازاي؟ فين مدير الامن؟ فين المسؤول؟ ده هيحصل. السنين الجايه عايزين اعاده ترتيب ورقنا في كل شارع في كل حاره. تحيه لوزاره الداخليه ونشوف جهودها في هذا الاسبوع فقط بالنسبه للمخدرات عملت ايه وبرنامج هو ده. لأثرها السلبي على الاقتصاد كما أنها تدمر الشباب ذخيرة ومستقبل الوطن، تكثف أجهزة مكافحة المخدرات جهودها لضبط تجار وحائز المخدرات. فقد نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط 123 تربات لمخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص في كمين أعد له بالعاشر من رمضان، أكدت التحريات اتجاره في هذا المخدر. كما تمكن القطاع من ضبط 44 تربات من مخدر الحشيش بحوزة عاطلين بالغربية أقر بحيازتها بقصد الاتجار فيها. وبالإسكندرية رصد القطاع عنصرا إجراميا نشطا في الاتجار بالعقاقير المخدرة وتمكن من إلقاء القبض عليها وبحوزة 40,000 قرص مخدر لعقار التامل. في ذات الاتجاه نجحت مديرية أمن الإسكندرية تنسيقا مع قطاع الأمن العام في ضبط عاطل وبحوزته 50 تربة لمخدر الحشيش بطريق الإسكندرية مطروح الساحلية. عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالإسكندرية وبحوزتهما 120 تربة لمخدر الحشيش. وفي كمين أعد لهما نجح القطاع في ضبط عاطلين بالدقهلية أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما 7 لفافات من مخدر البانجو. كما نجح القطاع في ضبط عاطلين بمطروح لاتجارهما في الأقراص المخدرة وبحوزتهما 40,000 قرص مخدر، وذلك أثناء استقلالهما سيارة بنطاق قسم مطروحة. وبالاشتراك مع أمن البحيرة والأمن المركزي استهدف القطاع مسجل شقي خطر بمسكنه بإدكو، حيث عثر بالمسكن على كمية من مخدري الأفيون والحشيش وأسلحة نارية متنوعة ومبالغ مالية من حصيلة البيع، وتكثف الجهود لضبط المتهم الهارب. طبعا زي ما بدأنا حملتنا في البرنامج كان الحاجات المخدرة الإقراص دي زي ما قلنا كانت ب 10 و15 ب 75، دلوقتي ان شاء الله توصل ل 200 جنيه. ما تزعلوش يا عم، حاول تبطل. اي حد عنده مشكله بعتولنا على الصفحه اللي طالعه دلوقتي، طارق علام تي في، ممكن تكتبها بالعربي طارق علام تي في، عشان تندمجوا في قطار الحياه. مش هنفضل كده. بنقدم تحيه لصندوق مكافحه الادمان اللي بيتعاون معانا كل الحالات نبعتها للدكتور عمرو عثمان وفريقه، بشكرهم واحد واحد، ونتمنى ان الجهود تزيد اكتر واكتر في 19، يبقى مفيش مدمن واحد. صعب؟ لا مش صعب. معانا ام احد المرضى معانا على الهاتف دلوقتي، كتبت على الصفحه وبحييها وبقول لك اهلا بيك يا ستي، واحكي لنا. اتفضلي يا ستي، احكي لنا الحكايه ايه. طارق عندي ولد مدمن، بياخد حقن وبياخد حشيش وبرشام، وبيجي له مضروب من بره، وانا ابوه ميت بقاله 15 سنه وهو 15 سنه كده. هو عنده كام سنة دلوقتي؟ عنده 33. وبيشتغل ايه يا ستي؟ ما بيشتغلش حاجة. طب بيجيب الحاجات دي منين؟ بيجيبها منين؟ لا نايمة. ايه؟ بخاف منه بالليل ولا نايمة.
الناس بيجيبوا لي مضروب من بره وبيبقى اشوف جسمه كله متشوه. بقاله 15 سنه وعنده 33 سنه، بقاله 15 سنه مدمن. اه وبيزيد. حاولت تعالجيه يا ستي؟ اه عمته عالجوه وكده ورجع تاني اسخن من الاول. وبخاف من هذا يا استاذ طارق. ما تصلي على النبي ما تعطيش. بس اول حاجه زوجك موجود؟ لا جوزي ميت. طب ليكي ولاد تانيين؟ لا ما فيش الا هو واخته. اخته متجوزه وهو اللي قاعد معايا وبخاف منه، والناس بتجيبوا لي مضروب من بره ومش قادر عليه خالص. استاذ طارق قلبي معاك يا امي. يعني هو بياخد الحقن شويه حساس، بياخد بالثلاثة بالأربعة. بياخد حقن ايه؟ هيروين ولا بياخد ايه؟ بياخد مش عارفة اللي هي مش عارفة دي اللي هي اللي كل حاجة بياخدها والله كل حاجة. وبيطلع بره ما يعرفش فين وبيبات بره بالثلاث أيام وبالأربعة أيام ما يعرفش عنه حاجة. طيب هو دلوقتي بيموت. هو معاكي في الشقة دلوقتي ولا نزل ولا ايه؟ لا أنا عند أخته، بكلمك من عند أخته. طب هو عنده استعداد للعلاج ولا لا؟ هو عنده برشام بنوم عشان ينام. وقفلت على الباب وجيت على الدوط عشان اكلمك يا استاذ طارق. طيب هو عنده استعداد يا ستي؟ اه عنده استعداد للعلاج. اخذوا اقنعته النهارده ان يجي. قال لا قال لا لا اروح، لانه هتشوفه ميت خالص ميت. لا حول ولا قوة الا بالله. من بقه كده بيضرب من كده بينزله من بقه. ده داخل في مرحلة خطر لانه بياخد حقن زي ما انت بتقولي وياخد برشام. ده بياخد بالاربعة يا استاذ طارق وقدام عيني وفي المطبخ وفي الاوضة وفي الحين وفي مناطق حساسة يا استاذ طارق. طب ليه سبتيه 15 سنة يا ستي؟ ليه كل ده؟ ليه؟ ما كانش بيرضى وكان بيهرب مننا. والله كان بيصلي يا استاذ طارق ساعة ابوه، كان بيصلي وكان كويس ومعاه دبلوم تجارة. انت عارف في القاهرة ولا في الجيزة؟ لا في الجيزه هنا، احنا في بولاق. ماشي يا ستي، قلبي معاكي ومع كل ام. مفروض كان هو بالنسبه لك السند، هو الولد، هو الوحيد مع البنت، لكن ده قضاء وقدر ربنا. الست ام هذا المريض هنتواصل معها بكره وادعو الله انه يتم شفائه. وده حافز ليكم على فكره، في يعني مش عاوز ابالغ واقول 90 95% اللي بياكل 100% من الحالات تنضم الينا مع صندوق مكافحه الادمان بتعود للحياه احسن من الاول. بشرط اهدى كده واعقل وقول عاوز ابدا حياه جديده. تشوف ناس تحتفل بسنه جديده وسنه راحت وانت قاعد متكوم وحقن وقرف وتسرق وتتضرب ويتقبض عليك وتتحبس ليه؟ عندك فرصه. معانا برضو حاله تانية انا متعاطف معاها لان هي كانت مريضه وحصل لها اصابه وهي متعدى الاعاقه دلوقتي. هنشوف الفيديو بتاعها وبرضو هنعالجها. ساعات في ناس بتاخد الحاجات دي كمسكن وبقت مدمنة ازاي؟ تعالوا معنا نشوف هذه اللقطات اللي بعتتها. تحياتي لهذه المريضة انها لجأت الينا. واجه نفسك، ما تسيبش نفسك، ممكن ترجع سليم قوي. ده دورنا، ده برنامجنا، من هنا خد طاقة ايجابية. ارجع تبقى احسن من الاول. مستني ايه؟ تبقى ذليل لحباية او مخدرات او حقنة الناس تضحك عليك، ولا ترجع تبقى بني ادم؟ شخصيات كتيرة ممكن أقول لكم عليها كانت مدمنة وكانت واقعة، رجعت وتحدت وبقت زي الفل. تحياتي لهذه المريضة وأدعو الله وأدعو لها بالشفاء، لأنها برضو خدت الدواء زي ما تشوفوا معانا. وبرنامج هو ده سنين. وانا حامل في ابني جالي تاكل كده في رجليا في صابع. بعد كده وصل المفصل بتاع الرجل اكلها. بعد كده فضلت اكتر من سنه وحضرتك كنت عارف محجوزه في المستشفى العام هنا في المنزله. تمام. لما دخلت في غيبوبه واضطروا ان هم يقطعوا اجزاء كتيره من منطقه الارداف وفخادي وكده. تمام. بعد كده رحت مستشفى دمياط. ايوه. ما عملوا لي عمليات كتير على اساس ان هم يحاولوا ان هم الرجل ما تتبطرش، بس ما منفعش. المرض بقى ياكل العظم، كل ما يحط رقعه من حوض الميه كل ما يحط رقعه تتاكل. تمام.
فما كانش قدامهم حل غير ان هم يبطروا. انا بقالي سنه دلوقتي على البتر، رحت يعني تبع مركز. طب انت الله يكرمهم في المنصوره ركبوا لي جهاز، بس الجهاز انا بمجرد ما بحط رجلي فيه كان الكهرباء في جسمي، لانه الجهاز قديم. تمام. رجلي فيها حاجه زي الزلال كده، بمجرد رجلي ما بتتحط في الجهاز بتورم. انا دلوقتي في كل الحالات دي انا ما كانش حد بيديني اي علاج. طيب كنت بتعمل ايه بقى عشان باخد ترامادول مسكنات بجميع انواعها. بقيت اجيب من الصيدليات ومن بره الصيدليات وحقن، يعني انا ما عادش قادره طبعا. لا ما عادش قادره، انا باخد دلوقتي واصله حبايتين. انا كنت ساعات في عز التعب بقيت اخد شريط، لكن انا دلوقتي عشان غلو وعشان ولادي. انا بقالي اكتر من، يمكن حضرتك عارف، بقالي اكتر من شهر ونص مش بنام. بنام وانا قاعده. لكن انت مؤخرا ظهر لي حاجه كمان، نزيف في المثانه بجري، قالوا لك احتمال كبير يكون في ورم، لازم تعملي اشعه ومش عارفه ايه، وتروح تعملي منظار استكشافي في جامعه المنصوره. تمام. وتحولت بس ما سافرتش عشان ظروف ماديه وكده، ما سافرتش. هبه مريضه وناس كتير مرضى بياخدوا هذا العلاج، لكن لما تحول لادمان بقى لازم طبيب، في الاطباء هيتولى علاجها ان شاء الله. هتشوفوا ده في الحلقات القادمه. تحيه كل واحد يقف قدام نفسه، يقف في المرايه. النهارده بنخلص سنه، ده حاجز نفسي، يا ريت تخلص سنه بكل مشاكلها، ادمان بقى ولا عيان ولا عندك كوليسترول ولا سمنه ولا سكر، تلعب رياضه وتطور من نفسك وتشتغل اي شغلانه وتشوف عمل شريف، و حاجات كتير قوي محتاجينها تتغير. اكرر ندائي لكل المرضى، لاهاليهم، مرضى الادمان، ابعتوا لنا على طارق علام تي في على صفحتنا او برنامج هو ده. خلصت سنه والجزء الثاني من حلقتنا خلص، عندنا الجزء الثالث هنروح في فرنسا، هنشوف مفاجآت مع برنامج هو ده، ونشوف هاني شاكر تاني. خلصت سنه، نقف كده ونحط ونقول هعمل ايه في السنه الجديده. اول حاجه اهتم بصحتك، الماضي حصل فيه مش هتقدر تغيره، بص على المستقبل. كل سنة وانتم طيبين، ونكمل معاكم فاصل ونكمل معاكم برنامج هو ده بعد الفاصل. هنشوف الأحداث الحلوة السعيدة عندنا، فيه اللي هياخد كرسي وموتوسيكل، وهنشوف فرنسا، وفي غريمة هنفك دينها، وفي عروسة، حاجات كتير قوي. نختم برضو بهاني شاكر، خلصت سنة، كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد مع برنامج هو ده. هو ده. رجعنا معاكم، نقول عليها بقى ايه، مرحلة جديدة في حياتنا. عندك امراض، انت تخين، عندك سمنة، عندك مشاكل نفسية، العبوا رياضة، ادي واحد. او بقى في عمليات، بس ده في الاخر خالص خالص يعني. احنا اول حاجة عاوزين نعملها هنشوف المريضة اللي انضمت الينا في فريق اللي بيتعالج بعمليات جراحية، لكن ارجوكم تحاولوا بالحاجات العادية، ارجوكم تلعبوا رياضة. احنا شفنا في ناس لما استقبلت كلام الرئيس وقالت هو ايه التخسيس هيبقى اجباري، لا هو مش اجباري، هو ليك انت، لمصلحتك، لشبابك، لحياتك، لحاجات كتير قوي. يا ريت نشوف شيرين كان وزنها كام كيلو وتنضم لفريق وقائمه طويله مع مصر الخير وبرنامج هو ده. بنقدم لها كل تحيه ونقول لها مبروك شيرين الفائزه معانا بعمليه تخسيس مع برنامج هو ده ومصر الخير. مبروك يا شيرين. عندي 27 سنة، بعاني من السمنة وبتفرج على برنامج بتاع الأستاذ طارق علام. قدمت على الفيسبوك واتصلوا بيا وادوني ميعاد النهاردة مع دكتور محمد تاج، وإن شاء الله يتم الموافقة وأعمل العملية.
شيرين حسين، سنها 27 سنة، بتعاني من سمنة مرضية مفرطة. شرحنا لها أنواع العمليات بعد ما أخذنا التاريخ المرضي ليها، وعرفنا أن هو يناسبها عملية من اثنين: عملية تكميم المعدة بالمنظار أو عملية تحويل مسار بالمنظار. ويختار طبعا عملية تحويل مسار بالمنظار، وهي الأنسب ليها فعلا، لأن هي من نوع شره جدا للحلويات والسكريات والجاتوهات. احنا عندنا عمليتين رئيسيتين لعمليات السمنة، هي عملية تكميم المعدة بالمنظار وعملية تحويل مسار. من عيوب تكميم المعدة بالمنظار ان احنا بنقلل كمية الاكل، بس لو الاكل فيه سعرات حرارية عالية جدا والكميات حتى قليلة، ده برضو ما بيخليش العملية تنجح او يخلي الوزن يبدأ يزيد تاني. فبالتالي بنلجأ للعملية الاكبر شوية لعملية تحويل مسار المعدة. مبروك لشيرين، وابعتوا لنا بس تعدوا ال 170 180 190 200، وعندنا قائمه ان شاء الله بعد راس السنه الاسبوع القادم هنشوف اربع حالات او خمسه. تحياتي للدكتور تاج وتحياتي لمصر الخير. بنكمل معكم برضو اسعاد المصريين، ولازال عندنا مشكله الغارمين الغارمات، مشكله الكبيره. ولو انت مش عاوز تقول بياناتك او تظهر صورتك ابعت لنا وهنتواصل معاك في كل الفقرات زي هذه الفقرة الغارمين. معنا الهاتف سيدة مرت بأزمة. برنامج هو ده بيقدم ده النموذج عشان ما نكررش اخطائنا. الغارمين الغارمات اللي بدأت كنت اول صوت يقدم هذه المشكلة في مصر في 2007، وتقابلنا ببعض الصعاب وعملت لها برنامج في 2010. تحيا مصر دخل وعمل حلول كثيرة كبيرة جدا وكمل مشوار عملته مصر الخير، ولكن لازال في بعض الأسر في بعض الناس بينساقوا وراء هذه الثغرات، ويمضي على بياض يبقى 33 كمبيالة 20 مش عارف كمبيالة، حاجات مش مصدقة. نخلص عام، أرجو لأهلينا وناسنا اللي بيتفرجوا علينا اللي بيحبونا اللي احنا بنحبهم، أبوس على أيديكم، ما تمضوش على كمبيالات أو شيكات على بياض زي ما تشوف المشكلة دي. أهلا بيك يا ستي في برنامج هو ده، واحكي لنا المشكلة إيه دون ذكر اسمك، اتفضلي. معاك يا دكتور حضرتك. أهلا بيك، احكي. اتفضلي، أنا معاكي، عاوزك تحكي لي البداية حصلت إزاي ومضيتي على إيه، اتفضلي. أنا كنا كويسين خالص، وجودي تمام وكويسين. تمام. جينا أيام الثورة، طلع عليه ناس بلطجية، عمل حاجة. تمام. عمل حاجة. والعربية دي كانت بتاعتنا وعليها قسط، حبسوه، قعد محبوس سنتين 2 و6 شهور. عشان العربية، عشان قسط العربية؟ لا، كل فترة تحقيق وتأجيل، ياخد تحقيق عشان ايامها كانت الاخوان والحاجات دي. تمام. طبعا العربية بالقسط، انا كنت ضامنة جوزي، بقت تزيد عليه الاحكام وانا حكم عليا انا كمان. اضطريت اسيب بيتي وخدت عيال وبقيت هنا وهنا وفي كل مكان اغرب هنا، بقيت اجيب اجهزة عشان احرقها عشان خاطر اطلع جوزي، عشان خاطر ان هو يحميني انا وعيالي، وانا معايا 3 اولاد مش عارفه اعمل ايه، وعمري ما طلعت ولا اشتغلت. طبعا انت دخلت من مشكله لمشاكل، خلي بالك. مشاكل. طلعته من هنا، بقى اشتغل، كل ما يجي يشتغل ينزل عليه حكم، نروح نديها جزء، حط علينا بجزء 2، بقينا نسد، مش عارفين نطلع من الدايره دي، مش عارفين نطلع، لحد ما جابت عليا حكم انا سنتين واتحبستني فعلا. حبستني فعلا. رحت قابلت حضرتك في المكتب المدام ريمدين، وانا متبهدله انا وابني وبنتي في الشارع متبهدلين، بقيت على اطلع بالدموع. قالت لي خدنا اسمك وخدت صوره من الحكم وخلاص. اسالك، انت اتحبستي وخرجتي يعني ايه تحت الحكم؟ تم ايقافه ولا نفذتيه؟ لا اتحبست. جت ست عارفانا وعارفه اخلاقنا وعارفه وضعنا، راحوا للناس دول قالت لا احنا لينا عندهم 50,000، طب احنا نجيب منين؟ المشكلة 50,000 جنيه بشيكات وحاجات كده، ولا في حاجات كلها بقى مجهلة يعني كلها شيكات على بياض أو وصولات على بياض؟ لا، اللي احنا خدنا منها أجهزة دي خلاها 25,000، خلتهم 50,000، ده أنا صرفة بقى ومحاكم وقواضي والكلام ده كله. تمام. ناس كويسة محترمة كانوا جيراننا، راحت دفعت لي 20,000 عشان تطلعني وعيالي متبهدلة في الشوارع، وبقت واخدة عيالي عندها. أصبح اتنزلت لي أنا
ومضتني ثاني وجوزي بقى عادل حكم، لا عارفين نسد الباقي ولا انا عارفه امشي وعايزه ترفع عليا وصل كمان. طب يعني معلش باختصار كده، باختصار كده عشان يعني انت عليك كام وجوزك عليك كام؟ وجوزك عليه كام؟ يعني دلوقتي الست اللي طلعتني دي لها 20 وجوزي عليه 30. الست اللي طلعتني دي لها 20 وجوزي اللي عليه 30. طب جوزك كان بيشتغل سواق دلوقتي مش كده ولا ما بيشتغلش؟ عارف يشتغل يا استاذ طارق، كل ما يشتغل الكمائن بتعمله وبتضايقه في السكه وكشف والكلام ده كله، كل ما يجي يشتغل مش عارف، ما مش عارف. طيب انت ساعة الثورة وحصل حصل في العربية اتعمل محضر واتعملت قضية بكده وثابت صحة موقف زوجك انه تعرض لكده؟ وطلع يا استاذ طارق بعد سنتين اتنين بعد ما بيت ما لا لا لما العربية، العربية حصل فيها ايه؟ يعني تقول ساعة الثورة حصل مشاكل؟ التاجر خدها، التاجر خدها بقى اللي كان ليه فلوس خدها، اصبح احنا جبنا حاجات شرقناها عشان احنا نطلع اللي محبوس. خلاص انا فهمت، انا فهمت يعني مجمل المبالغ اللي عليكي، عليك 20 وزوجك عليه 30 يعني 50,000 جنيه، وانت عليك احكام وزوجك عليه احكام. انا واخده عليا وصولات وجوزي دلوقتي عليه حكم، عليه حكم. مش عارف يشتغل، هو عايز يشتغل، انا جريت عشان اجيب كارد مش عارفه اجيب، عامل الليله السكه كله موظفين عايزين، موظفين عايزين ضمانات، طب انا اجيب منين؟ لا لا هم صح، هم صح وانت غلط، ارجوك بس توقفي عن انك تحلي مشكله بمشاكل، خلي بالك كل ورقه بتمضي عليها بتدخلك في سنوات من الحبس، اهدي وادعو الله انه يكون في حل. هنتواصل مع مصر الخير واهل الخير، هذه السيده اللي تعرضت لظروف وهي وزوجها وكانت ظروف على ما اعتقد ده كانت طارئه، سيتم التاكد من بياناتها. وابعتوا لنا على الصفحه عشان هذه الموقف تبقى موقف صعبه. دي موقف طارئة، ده واحد كان ماشي وساعة ثورة فيه بقى كان فيه خبط وفيه كذا وحصل اللي حصل، لكن انها تحل مشكلة بمشكلات دي اللي احنا بنقول عليها، اوعوا تحلوا المشكلة بعشرين شيك او كمبيالة على بياض، ارجوكوا. يبقى عندك مشكلة واحدة خليها، يعني لا قدر الله حصل حبس يبقى عندك حبس سنتين، انما تخش في 30 كمبيالة وده بشوفه بستعجب، ايه ده؟ ابعتوا لنا على صفحتنا طارق علام تي في عشان نتواصل معاكم، الحلم نحل مشكلاتكم ونشوف سعيد الحظ. ايهاب محمد، ايهاب نقول له مبروك، عاوز دراجه بخاريه ممكن؟ ايوه، تحيات لمصر الخير ومبروك يا ايهاب، تعالوا معنا. الثاني اللي بنقدمه مع ايهاب اللي من السيده اللي هتشوفوه دلوقتي، اشتغلت ولا حاجه؟ لا لسه. طب الموتوسيكل هيعمل لك ايه بقى؟ هو انا هحاول ان انا اشوف اي مشروع ان انا اتحرك بيه. القعده وحشه يعني، الواحد بيحب ان هو يعمل اي حاجه، المهم ان هو يتلاقي ان هو فيه. فرحان النهارده؟ طبعا. شكرا للشعب المصري الطيب، شكرا لايهاب ابن السيده اللي تاني مره بنقابله في التسليم دوت، اللي ادالوا الحاجه اللي هم نفسهم فيها. ربنا يبارك لك يا رب الصاري، واشوف لكم تاني. ربنا يبارك لك الصاري ويشكرك فيك. الفرحة مع إيهاب بنكملها معاكم مع برنامج هدى، ابعتوا لنا على صفحتنا عشان نحقق معاكم الأحلام حتى لو صغيرة، هي كبيرة عند إيهاب واللي زيه، مبروك ليه. مبروك لإيهاب، ونواصل معاكم فقرتنا سعاد المصريين. بنفسي نعمل 50 فقرة في الحلقة والله، بس وقت البرنامج وفي حاجات بتتم يعني بدون تصوير. معانا على الهاتف دلوقتي العروسة اللي كسبت أجهزة منزلية 5 نجوم، نقول لها مبروك في نهاية عام 2018. العروسة اسمها، مش مشكلة، مبروك يا عروسة. مبروك يا عروسة، الله يبارك في حضرتك. جهاد اسمعينا من 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 التليفون، بلاش تلفزيون، وطي التلفزيون. جهاد فاكرة فيلم جهاد وسلامة؟ جهاد فرحك امتى ان شاء الله يا جهاد؟ ان شاء الله في اخر يعني في 2، يعني في شهر يناير ولا في شهر 2؟ لا في شهر 2. طب هتعمل الفرح فين بقى؟ تعزمينا ونيجي معاكي ولا ايه؟ لا اكيد طبعا هتيجي حضرتك، هتيجي تنورنا طبعا.
يلا مش هتطول عليكي، سهرناك النهارده. العروسه جهاد بنقول لها مبروك تكسب معانا اجهزه منزليه، الف الف مبروك. نسمع زغروت يا جهاد. ده كده نهايه عام 2018. يبارك فيك. مبروك يا جهاد، مبروك. ده بيسقفوا ولا بيعملوا؟ ايوه سمعنا الزغروطه الحلوه دي. ها يلا مبروك. الله يبارك فيك. مبروك صديقي فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد، بعت لي واحنا على الهواء دلوقتي حاجه والله كنت عايز اتكلم عليها، حمله اللفا والبطاطين. هو نزل الصوره يا جماعه لو موجوده عندكم. نادي الشيخ زايد عامل حمله بيستقبل الجمعيات الاهليه والاهالي عشان البطاطين. الاهالي والجمعيات اللي في منطقه اكتوبر والشيخ زايد وفي الجيزه يروحوا على نادي الشيخ زايد. كل الجمعيات اتصلوا بالسيد فكر الهواري اللي بحييه على كل لمسه، ما بينساش ما بيفوتش. ودي بقى يعني يا ريت كل النوادي الدور الاجتماعي بتاعهم اتكلم على الاهلي والزمالك، الانديه الكبيره والانديه اللي الجزيره وسبورتنج والشمس وكل وسموحه. شفنا لقاء الرئيس مع متحدي الاعاقه، ليه ما يبقاش في يوم كل شهر متحدي الاعاقه؟ ليه موضوع البطاطين ده هنشوف نادي الشيخ زايد بيقدم لمسه اجتماعيه بكل مناسبه. انا بعض المناسبات بحضرها معاهم، كنت معاهم في مولد النبي بيوزعوا حلوى على الايتام وشنط مدارس واشياء كثيره. ليه الانديه الكبيره تهتم باللعيبه باعضائك؟ دورك الاجتماعي لازم يظهر. لما تشوفوا ليفربول ومحمد صلاح لما جابوا هو واظن كان معاه اثنين لعيبه كمان شاكيري من سويسرا، وقبلوا الاطفال. الدور المجتمعي ده مهم جدا. صوره تانية يا جماعه بنقدمها نادي الشيخ زايد، بحييه وبقدم الصوره دي لكل النوادي. يا ريت نشوف صوره اجتماعيه ليكوا ودور اجتماعي، ما يبقاش بس الدوري وده كسب وده خسر. ما الرياضه مكسب وخساره، لكن المكسب الحقيقي الدور التنموي اللي احنا محتاجينه. خدكم روح فرنسا، عندنا اربع او خمس اجزاء، ربنا يكرم ونذيع كل الفقرات. في لقاء كنت قدمته قبل كده، كنت في فرنسا وقابلت حفيده ليلى مراد، بعد كده هنقابل فنانه عربيه تشوفوها، بعد كده ان شاء الله لو عندنا وقت في الفنان العالمي إريكو ماسياس، ادعو الله نقدمه في الحلقه دي. لو ما لحقناش يبقى في الحلقه الاسبوع القادم. خدكم ونشوف اكتشافنا واحنا طالعين كده في فرنسا والعمليه هديت هناك، ونشوف حفيده ليلى مراد. تعالوا معانا وبرنامج هو ده. فرنسية؟ لا مصرية. انت فرنسية؟ اه. منين من مصر؟ من القاهرة. القاهرة؟ اه. انا حتى في القاهرة. اه انا لا امي من مصر. دوندي واسك واسك إيه؟ ده لوكيا. دقي. الدقي اه. انت بتدرسي هناك؟ ايه؟ بتدرسي هناك؟ انت دير؟ لا 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 انا ترافاي؟ انا بشتغل في القاهرة. متجوزة مصري؟ لا. ده مصر جامده قوي وانا ما اعرفش ايه ده. مونتابل مورجان. مورجان مورجانا مورجان احمد مورجان. عادل امام تسيع عادل امام. مورجان اه هي مورجان بتشتغل في مصر؟ توي فاكان فاكانس سي؟ لا انا ساكنه هنا. ساكنه هنا بتروحي مصر تقعدي قد ايه يعني؟ انا يعني بعدين انا ساكنه في كايرو باش دلوقتي انا ساكنه هنا. وانت فاهمه ليلى مراد؟ ليلى مراد اه اه طبعا دي من زمان دي. اه ليلى مراد عرفتك. ما سير دو مون غران بير. انا قلبي دليلي اللي هتحبي دايما وبصدق قلبي انا قلبي قلبي تالي. اكتشفت اكتشاف هنا، هي والدها اخو ليلى مراد الكبير، وطبعا هي راحت مصر راحت الدقي و سيكون فاتت ترانسليت اه بس انا تم ايجيبت. بتحب مصر؟ انا عارفه اغاني ليلى مراد؟ انا بيب ايجيبت انا بيب مصر قوي قوي.
ام الدنيا. مصر ام الدنيا. ممتاز. انت عارفه اغاني ليلى مراد؟ انا قلبي دليلي قال لي هيحبك. تسي؟ وي وي لا شانسون. شانتي ام لا 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 لا. تنبو شانتي؟ با با. مش ممكن. نو نو. تي ريغاردي الفيلم دي ليلى مراد؟ وي كتير. ديكو ها؟ كتير فيلم بس انا مش عارفه ال يعني امت لو نوم. دي تبقى عمتها ليلى مراد ومقيمه هنا في فرنسا وبتحب مصر قوي. انا سعيد ان في البرنامج بقابل ناس كتير قوي وهي اللي جت كلمتني انا ما اعرفهاش. مرجان إيه؟ استناك في القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. لماذا نقدم هذا اللقاء؟ لانه في عندنا قوائم من محبي مصر. خطيبة أو بنت بيل جيتس اللي كانت مع خطيبة واحد مصري موجودة دلوقتي في ملكة بلجيكا موجودة في أسوان. في محبي لمصر منهم اللي عمتها ليلى مراد. لو دورنا في القوائم لما تشوف في اسكندرية الإيطاليين واليونانيين قد إيه. شفتوا كان لنا لقاء مع أحد الإيطاليين المحبين لمصر كان جده مدفون هنا. قوائم كثيرة نرجو اللي احنا نستغلها ونستثمر ده لصالح مصر. هذه الفتاة أو سيدة اللي قابلتها بالصدفة اللي كانت مقيمة في الدقي وبتحب مصر معرفش ميولها ولا دينها ولا غير إنها محبة لمصر. دول مئات بل ألاف، دول منورين، دول أسماء، دول مؤثرين في الغرب. دول ممكن تعملهم يبقوا يقودوا حملات سياحة لمصر وإحنا عاوزين أفكار غير تقليدية في هذه الأوقات. السياحة بتكبر وبتنمو وفي بعض الطوب بتحدف علينا زي اللي حصل امبارح. ربنا ينصرنا بس برضو لازم نتحرك ونقدم أفكار جميلة وحلوة. واحنا في فرنسا بقدم لكم لقاء مع مطربة جزائرية أمل وهبي اللي كانت مقيمة في مصر وبعدين سافرت وقابلتها هناك عن طريق رزق شحاتة صديقي وقابلتها تحت تور دي فيل أو برج إيفل وغنت معانا واحنا بنحتفل بنهايه العام. ويعني اتمنى يبقى في عندنا وقت عشان نقدم مفاجاتنا ولقائنا مع الفنان العالمي ريكو ماسياس او نقدمه الحلقه القادمه. لقائنا مع الفنانه اللي كانت هنا وقابلناها في فرنسا امل وهبي في نهايه عام 2018. كل سنه وانتم طيبين. أعزائي المشاهدين من باريس بنقابل حبايبنا بنقابل أهلنا بنقابل ناسنا الفنانين اللي أسعدونا واللي كانوا معنا في مصر واللي يروحوا ويجوا. أمل وهبي اللي غنت أغاني حلوة جميلة ونفتكرها كل الأغاني ومنها أغنية متقال مثلا يا بنتي قولي لأبوك. أنا شخصيا مش عارف ما بقالي فترة مش متابع بس عرفت إنها موجودة هنا فكلمناها وجبناها في المكان الحلو ده. أولا أهلا بيكي وكل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنتم طيبين وسعيدة جدا بوجودي معاكم. تكلمي مصري يعني. طبعا انا 10 سنين في مصر وسبع البومات والحمد لله شكرا. بقالي فتره يعني انا بقالي فاكره جيت لظروف اجتماعيه وقعدت في باريس بس عيني عيني على مصر كده عملت على مصر عيني على مصر واصحابي واحبابي في مصر على طول معاهم على الخط يعني. انا قريت كان عندك بنت مريضه او حاجه. انا تاني بنت بقى عندها نوع من المرض مضطرة أقعد معها في باريس. ده يمكن اللي غير شوية مسار حياتي الفنية من مصر لهنا بس أنا عملت ألبومات وبشتغل وحتى في كل ألبوم في أغاني مصرية من مدحت الخولي بشتغل على طول معاه وفي كلمات جديدة لشعراء جداد. أنا شغالة يعني. عملت فيلم سينمائي وكان في قنوات كتيرة منهم المحور. عملت معاهم حديث يعني بحاول ان الحركة الفنية في بعض الاحيان بتمشي مع الظروف امام كان ظروفك يعني. الدول برضو مصر الجزائر وكل ده مرت بظروف اضطرينا احنا برضو نظبط اتأقلم عليها. اولا بتشرع على بنتك وسعيد انك مهتمة بيها وان شاء الله ربنا يشفيها تبقى كويسة ان شاء الله. ان شاء الله مين عليها يعني كويسة وتمام. عندها اعاقة مثلا او حاجة. ربنا يشفيها يا رب. بس هي في بلد بيهتموا كتير بالاطفال من النوع ده وانا امها ومضطرة
اهم من اي حاجه. طبعا اه والله، بس الفن مهم عشان هو الهوى اللي بتنفسه. التوازن ما بين حياتك الخاصه والعمل ده كويس؟ في الاول كان صعب، بس النهارده من سنتين انا في حركه فنيه. طبعا مش ما بقدرش اتحرك كتير واروح واجي، بس في المهرجانات موجوده، في بعمل سنجلات، بعمل فيديو كليبات، في حركه. بس حاجه بالنسبه لك ايه؟ هي اخر البوم نزل من سنه ونص، وممكن يشوفوه في اليوتيوب. فيه ماما لوكا، فيه عصبيه. ماما لوكا، ماما لوكا دي ماما لوكا، ماما مجنونه. نسمع كده حاجه كده. ماما لوكا ولا تتكلم بعصبيه؟ اللي انت عايزاه. عصبيه، عايزين حاجه مجنونه كده، واحنا ورانا برج ايفل هنا والنافوره الحلوه دي، الجو الجميل. تغني حاجه مجنونه. تغني ايه؟ هديك المايك. بتكلم بعصبيه عشان الستات بيحبوها موت. انا في الحفلات، انا بعمل حفلات في المغرب، في قطر، في الجزائر كتير. بحاول دايما بشتغل في الصيف في حياتي. تحية لأهلنا في الجزائر، في الوطن العربي كله. أمل وهبي من باريس للقاهرة، برنامج هو ده. هتاخد المايك هتغني عصبية؟ تتكلم بعصبية. أنا اتكلمت بعصبية؟ كل الرجالة. هي بتتكلم بحاجة رومانسية. تتكلم بعصبية، تتحرك بعصبية، تتكلم بعصبية، تتحرك بعصبية. ولما اسأل عن الأسباب تقول محتاج لحرية، حريتك ملكك وأنا مالي بالموضوع، ولا عمري أيدتك ولا قلت لك ممنوع. حريتك ملكك وأنا مالي بالموضوع، عمري ما أيدتك ولا قلت لك ممنوع. أنت اللي بتخبي وحس بيك قلبي، وعشان كده قلقان تبقى ساعات جنبي، بس انت مش جنبي، تايه بعيد هيمان. بتتكلم بعصبية وتتحرك بعصبية، بتتكلم بعصبية. اهلا بيكي ونورتينا. وتقولي ايه لاهلك في مصر بقى؟ اقول لاهلي في مصر وحشتوني جدا جدا جدا، ان شاء الله اجيلكوا قريب بحاجة حلوة. وأحلى حاجة في حياتي جت من مصر ومن أهل مصر، وأقول لكم من كل قلبي كل سنة وأنتم طيبين. من باريس بكمل معاك، وهو ده اللحظات الحلوة الجميلة، الأفكار الجميلة، الناس الحلوة، أهلينا من الوطن العربي، نتجمع كلنا على كلمة بنحب مصر من قلب مصر. بقول لكم هو ده من باريس، أكمل معاك. تحياتي لكل كان بيعاوننا في فرنسا. طبعا عندنا فقرات كثيرة لكن وقت البرنامج. تحياتي رزق شحاتة وعادل عوض وأمل وهبي، وهنكمل معاكم الحلقة القادمة إن شاء الله. لقائنا مع ريكو ماسياس عنده كلام كتير، عنده لقاء مع الرئيس سادات، وحبه لأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. يعني بره الناس بتحب مصر، وإحنا محتاجين ده أكتر، محتاجين نجوم عالميين تيجي كمان وكمان، وإن شاء الله مصر هتكسر الدنيا. عندنا تقرير هناخد منه جزء من وزارة الداخلية جهودها في خلال الأيام والساعات الماضية، وده رسالة، وإن شاء الله اللي جاي هيبقى أجمل وأحسن. هنشوف جزء صغير من جهود وزارة الداخلية، وبنكمل معاكم حلقتنا الأخيرة في عام 2018 مع برنامج هو ده، ونشوف هذا التقرير وهو ده. في سبيل إرساء الأمن ودعائم الاستقرار، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها التي دائما ما تأتي بنتائج إيجابية. فقد أصفى جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي ومديريات الأمن خلال أسبوع عن استهداف 66 بؤرة إجرامية، تم ضبط 844 متهما فيها. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، نجح القطاع في ضبط 1133 قطعة سلاح ناري متنوع وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بمعداتها، إضافة إلى ضبط 1776 قطعة سلاح أبيض.
بينما ألقي القبض على 21 تشكيلا عصابيا ارتكبوا 94 حادثة سرقات متنوعة وكشف غموض 43 حادثا، كما أعيدت 20 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم تنفيذ 463,443 حكما قضائيا متنوعا. خلال أسبوع أيضا نجحت الأجهزة الأمنية في تأمين تنفيذ إزالة 2701 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وعلى صعيد تحقيق الانضباط المروري بالشارع، نجحت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع فروعها الجغرافية ومديريات الأمن في ضبط 282,462 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال أسبوع استطاعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ضبط 6512 قاضية تلاعب بدعم مواد بترولية ودقيق وسلع تموينية إضافة إلى سلع منتهية الصلاحية. الإدارة العامة لشرطة إيه كمية القضايا دي؟ 463,000 تنفيذ أحكام و 282,000 مخالفة مرورية. إحنا نتمنى إن المخالفات دي تختفي، إحنا يعني يسعدنا إنه يحصل انضباط، وده بيبين الجهد الكبير لعملية وزارة الداخلية وبالتعاون مع قوات مسلحة بنشوف الأمن في مصر، وإن شاء الله الساعات والأيام القادمة تحمل كل الخير كل السعادة لأهل بلدي في ربوع مصر، في سيناء، في أسوان، في الأقصر، في اسكندرية، في بحري، في الصعيد، في كل حتة في مصر. كل سنة طيبين. خلص حلقتنا النهاردة آخر حلقة في عام 2018، يا رب في عام 2019 نحقق كل أحلامنا إحنا كدولة، كشعب، كشباب، كبنات، اللي عاوز يتجوز واللي عاوز يجيب عربية واللي عاوز يشتغل، ومصر تحقق كل أحلامها. ونقول يا رب ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء، وما تنسوش ادخلوها بسلام أمينين، ربنا وعدنا بكده. فمصر بلد الحب، بلد السلام، كمة الأرض السوداء ده اسمها الفرعوني، إن شاء الله هتفضل هي أرض الحب والسلام. كل سنة وانتم طيبين، وفاتت سنة مع هاني شاكر، والسنة الجاية سنة الحب والسعادة. قول يا رب كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. شكرا لكم.